اما السيد رجب طيب اردوغان فهو حزبه الحزب كحزب العداله والتنميه الان يعاني من مشكله كبيره جدا في احتمال كبير ان لا يستطيع الحصول على الاغلبيه البرلمانيه في هذه الانتخابات هذا ما قاله السيد الرئيس رجب طيب اردوغان قال بان الطريق ليست معبده في هذه المره أيضا هناك تصريحات كثيرة من أنصار الحزب الحزب أقول وليس الرئاسة قالوا بأنهم في هذه الانتخابات سيصوتون لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان ليفوز برئاسة الجمهورية يعني كي يكون رئيسا لتركيا لكنهم ليسوا راضين عن حزبه عن حزب العدالة والتنمية وقالوا بأنهم سيعاقبوا الحزب هذا ما سمعناه من الحزب نعم. إذن وبالتالي هناك في ظل هذه الصورة ما فرص مرشحي الرئاسة في هذه الانتخابات يعني في مواجهة السيد رجب طيب أردوغان في الرئاسيه الرئاسيه مثلا إنجا يمتلك 27% من الاصوات اما رجب طيب اردوغان فيمتلك حوالي 47% من اصوات الشعب التركي كرئيس للدوله اذا هو يمتلك 20% اكثر من اكثر من اكبر منافس له وهو محرم إنجا ولكن لا يمتلك 51% حاليا من الاصوات اي ان احتماليه توجه تركيا الى الدوره الثانيه من الانتخابات الرئاسيه